السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم أحبابي في الله غادي نتعرفوا على كتابنا العظيم اللي نزل الله عز وجل، هو القرآن. القرآن أحبابي في الله هو كلام الله اللي نزلوا على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالوحي اللي جابه الملك جبريل عليه السلام. والقرآن الكريم هو المصدر الوحيد للتشريع في الأمة الإسلامية، يعني كيوضح الله فيه الامور التي يعني اللي كتشمل حياتنا في الدنيا وفي الاخره. قال الله تعالى: وانزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. لكل شيء، ما كايناش شي حاجه كتعلق بحياتنا كلها ما كايناش في القران، ولا ما جاش بها القران. كل شيء مفسر في القران، ما يخص الحياه الزوجيه، الحياه الاسريه، حياه المجتمع، حياه الدين الاسلامي، حياه المراه، حياه الطفل، حياه اليتامى، حياه الارث، حياه كل شيء. فالقران مؤسس كيدعي الناس لعباده الله وحده وطاعته. القران كما كنعرفوا احبابي في الله عنده سميات كثار، يعني القران كيتسمى بالقران، كيتسمى بالكتاب، كيتسمى بالذكر، وكيتسمى بالفرقان. علاش كيتسمى بالفرقان؟ لانه كيفرق بين الحق والباطل. كاينين معجزات كثيره جا بها القران في كتب اخرى. القران الكريم معجزه اولا من جهه الفصاحه ديالو واللفظ والاسلوب اللي جا به، اذ من سابع المستحيلات باش يكون كلام محمد صلى الله عليه وسلم، لانه اولا كان امي لا يعرف لا القراءه ولا الكتابه. وهنا جا الله عز وجل تحدى الانس والجن باش يجيبوا بحال هذا القرآن، حيث قال الله عز وجل في سورة الإسراء الآية 88: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. صدق الله العظيم. معجزة أخرى، لأن هذا القرآن ما كيقدم، يعني واخا حتى يقدم وقدم ما عودناه، واخا نعودوه ونكرروه ونعودوه ونكرروه، يعني كيبقى الكلام ديالو دائما دائما يعني جميل، نحس به في داخلنا. مثلا الا قريتي قصيده شعريه واحد 8 ايام ولا حفظتيها عن ظهر قلب، دغيا كتطلع لك في راسك، يعني دغيا كتطلع لك في راسك. القران لا، القران واخا تقرا فيه سنين وسنين وتعاود وتختمو وتعاود وتختمو، سبحان الملك، هو معجزه كيأثر في النفوس، حيت ملي كتقراه كتشعر بداك التاثير في النفس، وكتشعر بان الله اللي كيهضر معك هو الله عز وجل. حيت قال في سوره الزمر الايه 23: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. صدق الله العظيم. الله عز وجل جاب في هذا الكتاب الكريم كيفاش خلق الانسان في ظلمات يعني بطن امه. هاد الحقيقه هذه يعني اللي جا بها العلم، يعني مراحل تكون الجنين، ولكن امتى جا بها العلم؟ حتى جا بها الله عز وجل في الكتاب ديالو، ذكرها الله منذ ازيد من 14 قرنا مضى، والعلماء ما توصلوا لها حتى العصر الحديث. هذا يدل على صدق الدعوه المحمديه، وعلى صدق كل ما جاء في القرآن الكريم، يعني لا شك في القرآن الكريم. والقرآن سبق العلوم الحديثة في كثير من الحاجات، حيث قال الله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، في سورة فصلت الآية 53. أخبر القرآن الكريم بإمكانية غزو الفضاء في الزمان ديال القديم، اللي ما كانش كيتخيل شي واحد بأنه الإنسان غادي يوصل الفضاء، حيث قال الله عز وجل: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. بسلطان هو العلم، السلطان هو العلم هنا. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سورة الرحمن الآية 33. أخبر سبحانه أنه سيخلق الناس، يعني غادي يخلق للناس وسائل المواصلات من غير حاشاكم من الخيل والبغال والحمير، البغال والحمير. وجاء التقدم العلمي ليكشف لنا ما أخبرنا به الله عز وجل في القرآن،
حيث قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ما لا تعلمون هو اللي جذب، لتركبون طبقا عن طبق، من طائرات، من يعني مركبات فضائية إلى آخره. أخبرنا القرآن الكريم، أخبرنا عن النمل اللي كيسمع وكيهضر. اكتشف الباحثون في علم الحشرات مؤخرا، القرآن يخبر بضيق الصدر كذلك. يخبرنا القرآن بضيق الصدر في طبقة الجو العليا، يعني حتى بعض الطيارين اللي كيطيروا في الهواء قالوا لنا اقسم ما ترفعتي في الفضاء في الفوق في السماء يتناقص الهواء. ولكن الله عز وجل قال: ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. سوره الانعام الايه 125. القران الكريم اول من اللي ثبت بانه في البحر العميق كاينين جوج نوع من الموج، ماشي نوع واحد. وهذه الحقيقة هذه اللي جات في القرآن اكتشفوها العلماء في 1900. قال تعالى: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. صدق الله العظيم. سورة النور الآية 40. سبحان الخلاق الأعظم، سبحانك ربي آمنت بقدرتك العلوية. الله